السلام عليكم ليكيب ومرحبا بكم توجور مع شيف وشان الهمة وشان. اليوم رانا في استوديو كوشا تي في كالعادة وايد كما قلت لكم الحلقة اللي فاتت رايحين نديروا ان شاء الله طبق الحمامة في كوشا تي في. اليوم ان شاء الله رايحين ندخلوا الغابة نلقطوا الأحشاب اللي لازم تكون في هذا الطبق اللي هو معروف عند بليديين بزاف بزاف، يعني طبق صحي اون بليس فيه الأحشاب. الطبق هذا يعني الأحشاب اللي فيه مرين وهذيك المرورية يعني الصحة الجسم تاع الإنسان. الطبق هذا صحي 100%، راه معروف بزاف عند البلديين طبق الحمامة. روحوا ندخلوا للغابة تاعنا نلقطوا الأحشاب هذوما اللي لازم يكونوا في طبق الحمامة ونتكلوا على الله نطيبوا الحمامة على النار، يعني اليوم الطياب راح يكون تقليدي. اوكي ديكيب ونذبال كي نشوف الورود والزهر تذبال ونذبل ونذبل كي نشوف الورود والزهر تذبل. عليكم العشبة الأساسية اللي قلتكم عليها في الفيديو تاعنا، العشبة هذه اسمها عشبة الحلحال، يعني هاي كيف تنحى بهذا الشكل، يعني من كل عشبة نحو شوية شوية. عليكم الله يبارك الحل راهو يرعى فيها. هذه هي الاساس، يعني لاباس تاع طبق الحمامه. الريحه ما شاء الله. عليكم هذه هي العشبه الاولى تاع طبق تاع الحمامه. يعني روحوا دوك ندوروا على اعشاب اخرى ان شاء الله لازم تكون طابق طبق الحمامه. طبق الحمامه يعني معروف بزاف هنا في ولايه الجديده، يعني في فصل الربيع، يعني الامهات تاعنا والعجايز تاعنا يعني يخرجوا هكا، يعني يديروا لما هكايا يخرجوا هكا للغابه يحطوا العشبه، يعني هذه هي باش يسموها طبق الحمامه، يعني من عام لعام معروف الطبق هذا، يعني جدودنا يعني شغل الطبق هذا يرتحنا من عند جدودنا. طبق صحي معروف يعني عند بليديين ذكره هو، يعني شغل يعرفوه يعني ناس عبر تراث الوطن، يعني كاين اللي ما يعرفوش حقيقة الأمر، كاين اللي ما يعرفوش وكاين اللي ما يعرفش يعني شغل يجمع الأحشاب هذوما، أبار إذا تعلم من عند الناس يعني كبار هكايا كيما أنايا، تعلمت من عند بابا من عند يما طبق هذايا، يعني صراحة الإنسان ما كانش يعرفو، يعني كبرنا هكا يعني الحمد لله ولينا نعرفوه، ولينا ثانيك كيما نقولو شغل ورثناه أب ولد عن أب. يعني انا يورثو من عند بابا هذايا شغل وراه لي الحب تاعي، ديديكاس لبابا عبد القادر ربي يحفظ بابا، وثانيك ما نساوش يما يعطيهم الصحة. يعني طبق بزاف بزاف كيما راكم تشوفوني قاعد قدام الحجرة تاع الحال، ريحة تاعها راهي ما شاء الله، ما من نحلة راهي تطرع ترعى منها، هذا الدليل على انه الحل يعني وين تصيبو يرعى، يعني النحلة تعرف صوالحها ترعى من عند العشبة هذه. هذا اليوم نهار شباب، اليوم نهار شباب، يعني الإنسان يقدر يفرد ويلقى فيه هذه العشبة. روحوا نكملوا الأحشاب تاعنا اللي لازم يكونوا الطبق، نتلاقاو نعاودوا نتلاقاو في الاستوديو. على بالي بلي راكم تسناو في كيفية تحضير طبق تاع الحمامة. كما قلت لكم راني قاعد قدام شجرة، يعني الشجرة الرائعة كما كنتم تشوفوها وين الحلقة يرعى فيها طبق الحمامة من أروع ما يكون، يعني نتلاقاو به غير في الربيع مع كثرة العشبة تاع الحلقة. Thank you.
لك الوالي سيدي الكبير شنو رفيع عند القدير. سيدي حلو مولا خير التاريخ راهو بيان بك رجال وزعماء. والي كيف رانا كملنا جايبنا الاحشاب اللي لازم تكون في طبق الحمامه، يعني نحينا كميه صغيره يعني غير باش نديرو طبق هذاك. روحوا هكا الاستوديو تاعنا كوشا تي في نتكلوا على الله نخدموا هذا الطبق. وي ومفتاح فيك وسليماني ونحناح فيك الدوري وصويلاح سلوى صابونجي وطيان وبالقسم والنوني البصري وجدي ومازوني كيف انهم يعجبوني نقولها من صميم الكنان فرحا كل من جيك زاير بهك يا زين النيار ونورك صاير داير. كيف رانا ولينا الاستوديو تاعنا استوديو كوشا تي في كما راكم تشوفوا رانا نحينا يعني العشبه تاعنا اللي نسحقوها في طبق الحمامة اللي مكونة من عدة أعشاب بلاد الخلوة والطبيعة النبات والزرع. فوالا ليكيب الاعشاب تاعنا اللي نحيناهم من الغابه كما راكم تشوفوا فيهم ما شاء الله، يعني الطبق هذا راه متنوع فيها اعشاب، الاعشاب فيها زهره الحلحال، فيها البابونج، الحلموش، ورق تاع اللوز، تيمرصاد، الزعتر، زعيطره، ورق تاع العنب، يعني هذو كاع يجوا في الطبق تاع الحمامه. كذلك العلايق، دردار. فوالا ليكيب رانا وجدنا يعني باش نخدمو الحمامة تاعنا. احنا عندنا سميد متوسط، عندنا زيت زيتون، عندنا طلا هذا تثنيك تقليدي، عندنا هاي كليك العشبة تاع طبق تاع الحمامة، وهنايا راح نطحنها بهذه الآلة يعني تاع زمان، يعني كلش تقليدي. هاي ليكم توكلوا على الله. وعندنا هنايا كسكاس باش نفورو الحمامة تاعنا. بون كيما قلت لكم هنا طايحين، يعني نبداو نطحنو الأعشاب تاعنا بهذي الطريقة غير بالعقل، حطو غير بالعقل في الماشينة. كما تحبوا اذا كانت عندكم ماشينه هكا طحنوا بها، اذا كان عندكم يعني الاشوار ثاني تقدروا ثاني تطحنوا فيها فيها الاحشاب. الاشوار يعني حاجه ثاني تخرج فيها العشبه. يعني نديروا كميه وراء كميه ورانا نطحنوا فيها. يا بلاد الفنون يا من فيك الف لون ولون يحفظك ربي ويسون ويحفظ ولادك. فوالا ليكيب هنا بعد ما طحنت الحمامة تاعنا هاهي، يعني كيما قلت لكم راح نخدمو قيس طبق يعني واحد باش نديرو كونتيتي كبيرة. هنا كاين ناس بليدة كاين اللي يشللها يعني مرمى يطحنها بهذه الطريقة، يشللها يعني يديرها في الجفنة بهذه الطريقة، هنا يشللها كما راكم تشوفوا فيها يشللها مليح مليح، والماء تاعها ما يرميش، يعني الماء تاعها هو اللي راح يشمخ به الطبق تاع الحمامة يعني باش يفتلها. وقبل هذا الشيء ثاني يعني رايحين يغربلوها بالغرب الخشين، انا راهي هنا مطحونه مليح يعني كما راكم تشوفوا. هنا واش راح ندير، رايحين نضيفوا كميه تاع سميد متوسط، هنا كانت عندي قيس تقريبا صح
معمر بال الطبق تاع الحمامه بالحمامه كما راكم تشوفوا. انا واش راح ندير؟ راح نضيف السميد هذاك هنايا بسم الله. رايحين نبداو ندخلوا هذيك الحمامه السميد تاعنا بهذه الطريقه، يعني ندخلوا مليح مليح السميد تاعنا في الاحشاب هذوك كما يقولوا عجي يستوي هنا يفتلوا. هذيكم نكملوا ندخلوا السميد تاعنا مليح مليح في العشبه هذه اللي حناها، نروحوا نشمخوها الطريقه الثانيه، نشمخوها ونبداو ثانيك نفتلوا فيها. بون هنا بعد ما دخلنا مليح السميد هذاك تاعنا، شوف الله يبارك كيفاش جات. حنا رايحين على الاقل بسم الله بسم الله، حنا رايحين نبداو ثانيك نفتلو فيها بهذه الطريقه غير على الاقل. كما قلت لكم كاين اللي يغسلها وكاين لي يعني عادي ما يغسلهاش، مام هذا في الماء تاعها يغسل بها ما ترميوهش، كاين اللي ما يرميهش، هو هو الماء اللي يفتلو به. فوالا بغيت نقل ندخلو الماء تاعنا ثاني مليح في السميد تاعنا بهذه الطريقة. نزيدو شويه ماء من الماء تاع البير، يعني كل حاجه طبيعيه ما شاء الله. سي بور سا لي جدودنا قال لك يعني طبق صحي. هايلكم نكملو يعني نفتلو الحمامة تاعنا ونروحو ثاني نشعلو نويرة الله الله ونديروها الفور. وكما قلت لكم هنا بعد ما تحصلنا على يعني الكسكس تاعنا حمامة، رايحين نضيفولو الملح، ما ننساوش الملح بهذه الطريقة. وعندنا ثانيك هنا زيت زيتون ثانيك زيت حرة، هي من الأفضل نديرو لها زيت الحرة، كاين اللي يديرلها زيت عادية، بصح أنا حبيت ندير لها زيت زيتون. هاديك بسم الله بهذه الطريقة. نكملو نفتلوها مليح، ندخلو الملح وهاديك زيت الزيتون مليح السميد تاعنا الكسكس. هاديكم هنا بعد ما الماء تاعنا راهو يغلي، رايحين بسم الله نديرو طبق كان الاول اللي فور بهذه الطريقه. هاديكم نحطو الفور، خلوها تفور تطيب في غرضها، راح نتلاقاو في مائدة التحضير. فوالا ليكيب لحقنا لنهاية الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا تبعتوها مليح مليح. رحنا ضربنا دار الغابة، نحينا الحشاب والخيام، طبق الحمام تاعنا راه واجد ما شاء الله، كاين اللي يحط السكر، كاين اللي يحط الزيتون، مع الصباح يعني يقدر ياكلوا كما نقولوا في الجديدين القوة، يعني قبل ما يشرب قهوة ولا ياكل كرواسون ولا كيف كيف، يعني يسبق الحمامة هكذا بحال، بسم الله، نذوقوا الحمامة تاعنا، بسم الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تبعتوه ان شاء الله.
يجي نهار يذوقوا فيه الحمامة تاع الشكوشان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نقولكم مع الف سلامة. السلام عليكم وبصحتكم وبصحتكم. سيدي حلو مولاخ.